بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض في البايثون. عاوز يديني شوية افكار باستخدام حاجة اسمها الفاريبلز. ايه الفاريبلز؟ الفاريبلز يعني اماكن في الذاكرة او في الميموري للاحتفاظ بالبيانات لحين استخدامها اثناء البرمجة. اماكن memory locations to be used in programming process. طيب ليه محتاجينها؟ لان مش كل حاجة البرمجة مش مجرد الكلام اللي احنا اتمرنا عليه قبل كده نطبع كلام على الشاشة. لا، احنا عاوزين نحسب حسبة، وحسبة طويلة. فزي واحد بيحسب حسبة طويلة محتاج درافت عشان يقعد يحسب الارقام الانتقالية ما بين مرحلة والتانية. طيب ايه الفاريبلز؟ احنا عاوزين، بيقول لي هنتكلم عن الفاريبلز، ازاي نعمل كرييت. كرييت يعني انشاء، نعمل فاريبل. ازاي الاسماء بتاعت الفاريبلز، ازاي نسميها، لان في طريقة للتسمية عشان ما يتعارضوش مع الكلمات المحفوظة بتاعت البايثون، ومبيحصلش فيه لبس ما بين في البايثون اثناء التشغيل ما بين الفاريبلز والكلمات المحفوظة اللي البايثون نفسه محتفظ بيها لدلالة معينة. اكسبلين اوبجكت اند كلاسز، هنشوف دلوقتي. بيقول لي يوز ذا سترينج فانكشن تو كونفيرت نمبر تو سترينجز. اثناء البرمجة احيانا بنحتاج تحويل الارقام الى سترينجز. هنشوف describe how to process keyboard، ازاي الكيبورد بناخد منها input، امر اسمه input، وكمان ازاي بنعمل share للبرنامج في الموقع اللي احنا بنتمرن عليه. طيب ال variable is name memory location، يعني مكان في location، hold data specified by a programmer، يعني محددة بالمبرمج، to be entered and with user، يعني المبرمج بيحددها عشان اليوزر اللي بيستخدم البرنامج بعد ما يخلص برمجة يحط فيها، يدخل فيها البيانات بتاعته. يبقى ادي التعريف الايه التكنيكالي او التعريف الفني او التكنولوجي للايه للفاريبل. البروجرامرز ثينك فور فاريبلز از امتي بوكس، اكنه بالظبط زي ما انتم شايفين كده مكان في الميموري وهو ده الفاريبل، وممكن الفاريبل ده تحط فيه كلمه ساره، بلاك، وورد، اي كلمه. وبعدين اثناء الطباعه واحنا بنطبع في البرنت اللي احنا اتعلمناها قبل كده هنكتب كلمه هلو. زي شايفين كوتيشن كنا بنكتبها، كتبنا كلمه زائد وبعدين بعملنا كلمة variable. يعني لو الفاريبل ده فيه مثلا hello world يبقى هيطلع hello world القديمة بتاعتنا، لكن احنا عاوزين hello نحيي اللي بيستخدم البرنامج، فنخلي الفاريبل ده متغير يعني حسب ادخال او حسب الانبوت بتاع اليوزر. يقول لك انا اسمي محمود، انا اسمي علي، انا اسمي اسماء، فهيقول له hello اسماء او hello محمود هكذا. هو بيقول لي الفاريبل عبارة عن empty box، اكنه صندوق بيتحط فيه temporary stored. temporary يعني مؤقت، يستخدم استخدام مؤقت، يعني بعد شوية ممكن نحط ايه كلمة تانية غير الكونستانت. temporary غير الكونستانت، temporary يعني مؤقت، يعني كل ممكن بعد الفاريبل واحنا في وسط نبدأ البرنامج الفاريبل مثلا بخمسة، او فاريبل بعلي، او فاريبل بحرف الاي، وبعد شويه بنمشي في البرنامج مغير عشان استخدامنا جوه الايه جوه البرنامج. لكن تسميه البرنامج ده محتاجه ايه، محتاجه تنبيه شويه، لان الفاريبل نيم شود ديسكرايب انفورميشن ذا فاريبل ديزايند ستور. يعني احنا واحنا بنسميه نخلي بالنا ان هو يوصف الداتا اللي هيشيلها. يعني مثلا واحد عاوز يشيل first name يبقى يسمي الفاريبل first name، ما دام كلمة first name مش من ضمن الكلمات الأساسية في البايثون. عاوز يسميه
first underscore name عادي مفيش مشكلة. طيب في قواعد لتسمية ال variable. اول قاعدة قلناها دلوقتي من شوية، ما يكونش اهو بايثون كيورد ما يكونش شبيه بالاسامي بتاعة البايثون زي كلمة برنت وزي الكلمات اللي احنا شفناها في المرة اللي فاتت اللي هي الكلمات الخاصة بالبايثون شفناها موجودة في السلايدز. طيب must name must begin with a letter or a underscore، يعني اما تبدأ بحرف ما تبدأش برقم، يعني تبدأ بحرف A B C لغاية Z كابيتال او سمول وهنا ايه و او تبدأ باندرسكور، يعني يبدأ الكلام باندرسكور. طيب يعني يعني احنا نفتح الموقع اللي هو بيسجل عليه اهو، يقصد بيه باندرسكور يعني يقصد كده مثلا اي احنا حطينا حرف رقم وحروف ده ممكن يبقى اسم ايه لفاريبل. طب جميل جدا هنا ده اول اتفاق. تاني اتفاق نيم كونتين اونلي ليترز نمبرز اندرسكور نو بانكتويشن كاركتر اللي هي علامه التعجب وكولون والفاصله والكلام ده، لا مش متاح ان انت تسمي variable بالشكل ده، يعني ما ينفعش variable يبقى اسمه كده مثلا ما ينفعش يبقى اسمه اي نقطتين فوق بعض او دبل نقطتين فوق، ما ينفعش. زي ما قلنا البايثون كلمات المحفوظه بتاعت البايثون من ايه ما نستخدمهاش. ف variable should have unique name، يعني انت عامل variable بتستخدمه لغرض ما، ما تستخدموش لغرض تاني انت عامله والا البيانات تتلخبط، البيانات تتلخبط. مثلا عاوز تعمل تجمع عددين وتحط الناتج في عدد في مكان تالت، يبقى هتحجز تلات اماكن في الفاريبل، تلات اماكن في الذاكره، يعني تلاته فاريبل، مكان الاولاني مكان للتاني مكان للايه للتالت. فلو انت وعاوز توفر يبقى بعد ما تاخد الاولاني والتاني وعاوز تحط في التاني تحط، بس بخلي بالك لو حطيت في التاني البيانات القديمة اللي كانت في الفاريبل التاني راحت منك. بيديني امثلة على الانفاليد، ما ينفعش يبقى بالشكل ده لانه بدأ برقم، ما ينفعش بالشكل انه فيه دولار ساين، ما ينفعش بالشكل ده عشان يبقى فيه ايه مسافة في النص، ما ينفعش كلمة كلاس عشان كلاس دي من كلمة من ضمن البايثون ايه كيورد. البروسيس of creating ازاي بقى نعمل variable، طبعا كل لغه بتعملها بطريقه، البايثون من اسهل اللغات لايه انشاء variable في دقيقه واحده تنشئ variable بدون اي حسابات او اي ايه تعليمات. The process of creating is something declaring، اكنك بتعرف declare بتقول للبايثون خلي بالك ده variable هنحط فيه قيمه. و putting the variable is referred as assigning، يبقى في مصطلحين هو عاوز يتكلم عليهم declaring و assigning، ممكن الاثنين يتموا في ايه في جملة واحدة وممكن كل واحد يبقى في جملة مختلفة. to store data in a variable programmer should use the symbol يساوي، علامة اليساوي دي وبتسميها العلامة دي بنسميها assignment operator، زي ما انت شايف هنا كده الفاريبل اهو وعلامة يساوي وحطينا فيه كلمة جوي، ده سترينج اللي على اليمين اللي احنا اتدربنا عليه قبل كده وده علامة اليساوي وده ايه الفاريبل. كده احنا عمل ايه قال لك انا عندي فاريبل اسمه فيرست نيم وحطيت فيه قيمة جوي. طب ممكن بعد شوية بعد سطرين تلاتة بعد 10 سطور اغير القيمة، ممكن بعد كده اغير القيمة اللي انا عاوزها. يبقى عملنا ديكليرنج اعلنا عنه بس اسمه ايه، وعملنا كمان ايه عملنا له اساينينج حطينا فيه قيمه اساينمنت، يعني حطيت فيه ايه حطيت فيه قيمه. ايه الانواع الداتا اللي ممكن نخزنها في الفاريبلز في البايثون؟ انواع الداتا دي بنسميها داتا تايب، يا اما انتجرز بالشكل ده موجب وسالب، يا اما فلوتنج بوينت اللي هي علامات اللي فيها علامه عشريه، يا اما سترينج اللي هي فيها الايه الكلمات الكاملة بالشكل ده.
واحد يقول لي طب ما في مسافة هنا، مسافة ده سترينج مش فاريبل. السترينج عادي تكتب فيه اللي انت عاوزه وهتخزنه جوه الفاريبل، لان الفاريبل جواه هيعتقد ان ده ليها كود واحد، ده ليه كود في الحفظ جوه الفاريبل، وده ليه كود، والمسافة كمان ليها كود. لكن عدم تسمية الفاريبل بكلمتين مش هينفع، هيبقى البايثون متلخبط الكلمة الأولى ولا الكلمة التانية. طبعا في نقطة اسمها Object and Classes، دي مش عليكو، أنا هنحذفها عشان ما تبقاش لود علينا. Object and Classes النقطة دي اهي، وهي نوع من أنواع البرمجة، ان هو بيبص للحاجة تعميم أكتر للإيه، للفاريبل، حاجة أكتر من الفاريبل، مش علينا خلاص مش هنتكلم فيها. طيب الانبوت، احنا دلوقتي عرفنا فاريبل وعاوزين ندخل فيه ايه، قيمة. عرفنا فاريبل وعاوزين ندخل فيه ايه، قيمة. بيقول لي ايه، في امر اسمه انبوت، بما انه امر يبقى هو كلمة محفوظة لايه، لبايثون، يبقى ما ينفعش نسمي فاريبل اسمه انبوت. ممكن نسميه انبوت 1 وانبوت 2، ممكن انبوت شرطة واحد، انبوت اصدر اندرسكور واحد، انبوت اندرسكور اتنين، ماشي، لكن ما ينفعش نسميه انبوت فقط. وده بيعمل ايه؟ ده بيخلي الكمبيوتر ينتظر، يعمل برومبت اللي هي علامة الفلاشنج دي اللي انتوا احيانا بتشوفوها اهو، شايفين العلامة دي بتنور وتطفي، ده اسمه برومبت، يعني بينتظر ان انت تدخل فيه بيانات. فالمبرمج لو عاوز يخلي اليوزر يعمل برومبت، يعني قصدي يدخل حاجة، لازم يكتب امر اسمه ايه، شبيه بانبوت وحاجات تانية كتير، بس ايه، خلينا في مستوى اللي احنا فيه دلوقتي. يعني احنا مثلا عاوزين نكتب الجملة دي، نخلي الفاريبل ده نحط فيه قيمة، هنقول له ايه، هنقول له انبوت، نفتح قوس ونفتح الرسالة دي. طب ايه دخل ده بالرسالة، هل ده هيخش هنا؟ هنشوف دلوقتي. رايتنج برومبت، رايتنج برومبت يوزنج انبوت از ا جريت واي تو ريلي انستراكشن تو يور بروجرام يوزر، اكنك عاوز تدي معلومه للايه، للمبرمج، اللي قصدي للمستخدم. وليكن مثلا نشيل الكلام ده ونكتب انبوت اهو، نفتح قوس قوس please enter your name اهو، قال لك please enter your name، فانا كتبت له ايهاب مثلا وخلاص. طب فين ايهاب دي، راحت فين؟ ما راحتش، ما اتخزنتش. طب عاوزين نخزنها، هنقول له name بيساوي كده، ونديله مسافة شوية، او نديله سلاش ان اهو. ليه سلاش ان دي هتعمل ايه؟ نزلته سطر، هنقول له ايهاب، او كتبتها غلط، مهم يعني ايه، خد دي قيمة الايه. طيب عشان نتأكد انها موجودة في الـ في النيم، هنعمل ايه، هنعمل برنت، برنت لي نيم، نشغل. قال لي انت دخلت ايه دلوقتي، قال لي انت شغله من اول وجديد، فايهاب راحت القديمه، فدلوقتي بيشغل من اول وجديد. هنقول له ايه مثلا، محمود، لا انا اسف، مش هنا، ده هنا، محمود. اول ما دخل انتر نزل تحت كتب ايه، محمود التانيه دي، ليه؟ عشان انا قلت له برنت. طب افرض انا عاوز اقول له اهلا محمود، اهلا محمود اهو، شغل علي اهو. طبعا كل مرة بتحسب الفاريبل بتدخله اهلا علي، فده عاوز اقول له ويلكم مش اهلا، اقول له ويلكم مثلا سعاد اهو، ويلكم سعاد، ده الايه، افرض عاوز احط شويه نجوم مثلا هنا في النص تطلع اكنه ترحيب،
مثلا يطلع بالشكل ايه؟ بالشكل ده. ده اللي احنا نقصد بيه في عمليه الايه البرومبت. رايتنج برومبت يوزنج انبوت از جريت واي تو ريلاي، عشان يطلع شويه معلومات لايه؟ للمستخدم اللي بيستخدم الايه البرنامج. وطبعا اداني هو المثال، واحنا مكتوب في البي دي اف عندكم، وكمان احنا نفذناه مع بعض في الفيديو ده. طيب البرنامج بتاعي انا عاوز، طبعا ده ميزه هنا، طبعا لو هو البايثون بيشتغل على الجهاز مش هيكون الميزات، مش هيبقى فيه شير. شير يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي ده موقع احنا عاملينه هنا، ده موقع، يعني موقع اهو على النت، والبرنامج ده على النت. افرض انا عاوز ابعته لكم دلوقتي، هعمل ايه؟ هنعمل شير ازاي؟ You may want to share your program with friends او instructor، الاستاذ بتاعك. كتبت برنامج واجب وعاوز تبعته لي عشان نشوفه صح ولا غلط. To do so you can use الموقع ده اللي هو rebel.it share option. You can also make screenshot of program and share it as a file. يعني انت ممكن تعمل شير، وممكن تاخد سكرين شوت من اللي انت كاتبه وتبعته على ايه؟ على انه على انه ملف اهو. لو كتبنا، لو تبعتنا ملف ايميل او انفايت، الانفايت دي تكتب ايميل الايه؟ الشخص اللي انت عاوز عاوز تبعت له، تبعت له الايميل بتاعه مثلا، اي ايميل، ونبعت له ايه؟ انفايت. انفايت عشان هيجي لنا، هيجي له على الايميل، والايميل اللينك اللي يخش بيه يلاقي نفس الايه؟ نفس البرنامج اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. جميل جدا. ده بالنسبة لايه؟ ده بالنسبة لموضوع الشير. ممكن كمان لو عملنا صورة للبرنامج يبقى نقدر نعمل ليها كمان شير. طيب نكمل ازاي نعمل كالكوليتر. هو بيقول لي هو علمني لغايه دلوقتي اتعامل مع سترينج، وعلمني ازاي اطلع رساله واحفظ في فاريبل. طيب انا عاوز اعمل كالكوليتر، بيقول لي عاوزينك تعمل كالكوليتر. يعني ايه كالكوليتر؟ يعني زي الاله الحاسبه، بس بدل ما هي تبقى اله، لا، برنامج، ونشغله ونبعت لك البرنامج ده على اي جهاز تشغله عليه. فبيقول لي calculations ازاي هنركبهم مع بعض، ازاي نعمل comparison للاوبريتور اللي هي اكبر من اصغر من، ازاي نعمل comparison للسترينجز يعني عشان نعرف نرتبهم مثلا. يعني ايه computation؟ how to work with calculations، ازاي نعمل structure للشغل اللي احنا نعمله، الكومباريزون بتاع العمليات المنطقية logic operator، لان طبعا الاوبريتور نوعين، عمليات الجمع والطرح والقسمة، ده اسمها arithmetic او calculation، واللوجيك اللي هو عمليات الاكبر من والاصغر من واليساوي وهكذا، والمقارنة، نقارن ازاي، عشان كده بيسميها ايه comparison، وكمان مش بس الارقام، وكمان الايه للسترينج. واحنا بنستخدم الكمبيوتر نعمل calculate an arithmetic operation it's called a computation. لما بنستخدم الكمبيوتر ان احنا نعمل بيه حسابات بنسميها ايه؟ بنسميها computation. عشان نؤمر، هو بيقول لي عشان to instruct، يعني تؤمر الكمبيوتر to perform a calculation you should use arithmetic expression. يعني عشان نجمع مثلا رقمين، نطرح رقمين، لازم يكون عندنا فكرة عن
زي ما انا بكتب في ورقة مثلا، اجمع عددين اطرح عددين، اخلي بالي من عمليات الجمع والطرح هكتبهم ازاي. ده لو في عمليتين او اكتر فيهم عمليات زائد او يساوي. طيب ازاي احنا بنتعامل معهم؟ زي ما بالظبط نتعامل مع الرياضة بالظبط، ده جمع ده طرح ده ضرب، وده طبعا من سهولة البايسون. ده اللي ممكن يبقى غريب شوية وده غريب شوية، الاتنين دول، لكن الباقي كله الكتابة عادية. مودلس يعني ايه؟ يعني باقي القسمة، باقي قسم 19 على 5 يطلع 4. باقي قسم 19 على 5 يطلع 4. ليه؟ لان 5 في 3 15، 19 ناقص 15 الباقي كام؟ 4. ليه باقي؟ عشان ما فيش الاربعة دي لا تقبل القسمة على 5. واتنين نجمتين يعني اس، اتنين نجمتين تلاتة يعني اس 8، يعني يطلع 8. ده اسمها الاديشن، دي اسمها سبتراكشن، دي اسمها ملتبليكيشن، ديفيجن، مودولس او ريميندر الباقي، والاكسبوننت. ده بنسميه ارثماتيك اكسبريشن. نخلي بالنا هو بيحسب من الشمال، بيبدأ حساب من الشمال، ونخلي بالنا انه دايما الضرب اقوى من من الجمع، فالضرب بيتنفذ قبل الجمع، ونخلي بالنا القسمه والضرب اعلى في الاولويه في الحساب. طبعا الكلام ده زي ما احنا عارفين في الحسابات العاديه في اعدادي. The result of expression depend on the order، اهو لسه بنقول حسب الترتيب اللي احنا مرتبينه في الرياضه في الماث او في الاثماتيك. In mathematics the order of operation is collection of result that dictate the procedure to perform first when calculation as expression. حسب الترتيب بيطلع النتيجة مختلفة في كل مرة. In Bayesian order of operation allow these rules follow as they follow these rules، يعني بيتبع نفس يعني perform expression in the parentheses، لو في أقواس يبقى هينفذ الأقواس الأول. Resolve exponentiation ده أعلى حاجة، الأس الأول، وبعد كده الضرب، يبقى أعلى أولوية الأقواس، ثم لو تعارض الأقواس مع الأس يبقى الأقواس الأول. و يعني مثلا في اللي فاتت دي لو حطينا قوس قبل 2 وقبل 1 وبعد 2 يبقى مش هينفذ الضرب زي ما قلنا، هينفذ هينفذ عمليات الجمع. دي أولويات أولويات القسمة والضرب الأول والمودولس، وبعدين آخر حاجة الجمع والطرح. Programmer frequently set up calculation by loading values in a variable. يبقى الكالكوليشن هتتم ازاي؟ منطقي هنحط الفاريبلز فين؟ هنحط قصدي نحجز فاريبلز ونحط فيها شوية شوية قيم عشان بعد كده نستخدم الارقام. طب لا، طب احنا هل ممكن نعمل على طول؟ ممكن، بس انت كل مستخدم بيدخل قيم مختلفة. افرض انت عاوز تحسب متوسط التأمينات اللي هتطلع من مرتبك، خصم مثلا 10%، فالخصم ده المرتب موظف ألف غير موظف موظف ب غير موظف موظف ج غير سي غير بي، كل واحد ليه مرتب، فهيدخل الرقم بتاعه، فما ينفعش توحده وما ينفعش تكتب برنامج لكل مرتب. لا، الأحسن إن أنت تعمل فاريبل وتسميه سالري وتقول له انبوت، وتخلي المستخدم اللي هو الموظف اللي عاوز يعرف الحسبة قول له انبوت لو سمحت دخل الرقم، هيدخل الرقم، انت تحسب له وتطلع له وتطلع له. طبعا مش احيانا ما بتبقاش حسبه بسيطه زي كده، بتبقى حسبه معقده، فما يقدرش الواحد، لازم يستخدم كالكوليتور او جهاز برنامج. This technique may use to modify the numbers used in calculation or get numbers as an input. يعني الفاريبل بتخليها كانبوت، او احيانا جوه الحسابات بتتغير القيمه، عشان كده لازم يبقى يبقى فاريبل. يعني مثلا بيقول لي البرايس والديسكاونت، البرايس هنا مثلا 15 والديسكاونت 10، عمل هنا؟ عمل البرايس والديسكاونت، عاوزين يبقى البرايس بيساوي البرايس، فاينل برايس بيساوي البرايس يساوي ناقص الديسكاونت. طب تعالوا نعملها سوا اهو. قلنا احنا اتفقنا ان احنا عشان نعمل كومنت، نعمل كده عشان يعني ممكن ما نمسحها وممكن نخليها، هنقول له البرايس
بيساوي 25 أو 26، والديسكاونت بيساوي إيه؟ بيساوي 10. يبقى برنت، أنا آسف، فاينل برايس، فاينل أهو برايس بيساوي إيه؟ بيساوي البرايس ناقص الديسكاونت. ماشي تمام تمام. طيب عاوزين نطبع بقى الكلام، هنقول له ايه؟ هنقول نطبع لنا الفاينل ايه؟ الفاينل برايس. تعالوا نشغل طبع كام؟ طبع 16. ليه؟ ان 26 ناقص 10 طلع كام؟ طلع 16. بس طبعا زي ما انتم شايفين كده، لو طبعا المستخدم ما بيشوفش اللي على الشمال، بيشوف اللي على اليمين بس، مفيش اي دلاله. هنقول له ايه؟ هنقول له مثلا، نقول له بقى كلام، نقول له ذا فاينل، نبعت له الرساله دي عشان يشوفها على الشاشه. ذا فاينل برايس از، تعالوا نشغل كده. ايه مش عاجبه ليه؟ ايه العلاقه ما بين ده وده؟ احنا قلنا لازم يحط متعمل له علامه زائد عشان يعرف ان الكلمه دي جاي لها ايه، جاي لها بعدها ايه. برضو برنت بيقول لي السطر رقم 6 فاينل بروجكت، فترة رقم 6 فاينل بروجكت، فاصلة كده. يبقى ده ايه؟ ده طلع الناتج النهائي. طيب الراجل ده افرض في سعر تاني مختلف تاني، خلاص سهلة قوي. اقول له ايه؟ اقول له بدل 26 ده، اقول له ايه؟ زي ما قلنا من شوية، input افتح قوس please enter the price، خلاص، ويدخله في الايه؟ في البرايس. وبعد كده اقول له input تاني، please enter the discount اهو. please enter the price 30، please enter the discount 10، ليه؟ سطر رقم 5 بيقول لي final price unsupported operator، ليه؟ price اهو discount. طيب هقول لك حاجة كويسة، حط ده، حط فيه يساوي زيرو الأول، وبعدين control سنترول سي، بليز انتر 30 و10. لا مش سترينج، مش سترينج، عاوز يحوله سترينج. هنشوف دلوقتي طيب المثال على بعضه. المثال على بعضه، هنبص عليه دلوقتي اهو، نشوف كده مع بعض الحل بتاعها. ان احنا حطينا كتبنا كلمة انت، اختصار الانتجر اهو، كلمة انت دي معناها انتجر، اللي هو انتجر كده، اللي هي عدد ايه؟ عدد صحيح. و لما بيطلب مني اقول له 40 مثلا، وبعدين الديسكاونت 10، يبقى الفاينل برايس ايه؟ 30. فبالتالي احنا شغلناه بالشكل ده. طيب هنا بيقول لي ايه؟
في حاجة اسمها selection structure. يعني ايه selection structure؟ يعني انا دلوقتي افرض كل واحد في خصمين، خصم للموظف للعملاء العاديين، وفي معاملة البريميوم مثلا. فلو انا مشيت كده عادي زي ما كتبنا، يبقى الخصم ده هيتم لكل الناس. لا انا عاوز اسال الاول، هل ده عامل او عميل مميز ولا عميل لا؟ فلازم اعمل، يبقى البرنامج احيانا يشتغل في اتجاه يخصم 10، واحيانا يخصم ايه 20. فعشان كده لازم، ده مثال طبعا، لكن حاجات كتيرة جدا لازم واحنا بنبرمج ناخد بالنا منها، ان ممكن يطلع الشرط ده لو صح هيخلي الكمبيوتر يمشي في اتجاه يحسب حسبة، لو غلط يحسب حسبة تانية. عشان كده بما انها اختيار اتجاهين فسلكشن بنسميها كنترول، لانها بتتحكم في مسار البرنامج. بتلز الكمبيوتر وات بيزد اكونديشن، هل ترو ولا فولس. يبقى الاختيار ده مبني على كونديشن، يبقى الكنترول سلكشن ده مبني على ايه؟ على كونديشن، شرط. يو كان ثينك اوف سلكشن از وان اور مور ان ذا باث اوف بروجرام، زي ما قلنا من شويه. يبقى السلكشن او الكنترول ده اكنه مسار او اكثر من مسار داخل البرنامج. ذا فولوينج فيجرز الستريت ذا سيمبل برانش تشيك ذا. More than one bag, no extra charge. Yes, calculate display. يعني مثلا زي موضوع اللي من شوية بقول لكم عليه، الديسكاونت. ديسكاونت للعملاء العاديين. هنا بيقول لك في شنطة السفر، لما بيكون في شنطة واحدة زي ما التذكرة بتقول على الطيارة، ما بيحسبش عليك no extra charge. طب لو في كذا شنطة، أكتر من شنطة، بيحسب عليك إيه؟ تكاليف زيادة للشنطة الزيادة. هنا بيقول لي ان اكزامبل اوف سيلكشن كنترول اف ذا كوماند، لازم يبقى في، يبقى لازم عشان السيلكشن ده نعمله بنستخدم اف كوماند ستيتمنت. اف ستيتمنت دي او اف كنترول انستراكشن بيعمل عمليه شرط، بيسال اهو زي ما هو شايف الصوره تحت، بيقول لي كام شنطه معاك، ناخد وبعد ما ياخد الشنط يعمل ايه؟ يسال هل الشنط دي اكبر من واحد، لو يس يبقى لازم تبقى ايه، لازم تحسب الايه الحسب، لو نو لازم يعمل الفكره دي. Please pay the first checked bag is free each condition each additional. لو نو مش هيحسب الايه عليه الحسبه دي. تعالوا نعمله سوا اهو اهو. هنقول له بدل، هنقول له هنا please enter او how many bags. واتفقنا ان الاسم يبقى ليه معنى، الاسم اللي ايه ليه معنى، فبدل ما نسميه برايس هنسميه bags numbers او number of باكس. طب هو مش شرط نسميه زي ما هو كاتب هنا، مش شرط اهو، شوف كاتب ايه نمبر اوف باكس، ممكن نسميه كده، ممكن نسميه اي حاجه، المهم الاسم نستخدمه تاني جوه البرنامج بنفس المعنى نفس المدلول. طيب جميل، هاو ميني نمبرز. بعد ما كتب هاو ميني نمبرز هنقول له ايه، دخل الايه حط هو ال، عاوزين بقى نسأله if integer بتاع الانتجر، يعني الكلمة اللي احنا دخلناها دي بشكل عدد، على شكل عدد، بص لها على شكل عدد، لان هو بيبص كل حاجة على انه string في البايثون، فلازم تقوله ان ده هنبص له على شكل عدد. لو العدد ده اكبر من واحد اهو، if العدد ده اكبر من واحد اهو، شايفين كده بكتب زي ما هو كاتب بالظبط، if ده اكبر من واحد نقطتين فوق بعض، if ده اكبر من واحد ايه
نقطتين ايه، نقطتين فوق بعض. وبعدين هقول له ايه بقى في الحالة دي؟ هقول له خلي بالك لما باجي اكتب لو الشرط ده اتحقق ما بقعدش هنا، بكتب هنا قدام شوية، بكتب بعديها بشوية. ليه؟ عشان يفهم ان ده تابع للشرط، مش بيشتغل وخلاص، يعني مش هيطلع الكلمة دي وخلاص. بليز بي، ها بي بقى كام؟ بي وليكن كام جنيه اهو، احنا هو كاتبها دولار، احنا نقول له كام جنيه اهو. ضرب number of bags في ناقص واحد في 25. ليه بقى ناقص واحد؟ لان قال لك الاولانيه فري، فهنقول له number of bags هنا عندي n underscore bags ناقص واحد، بس اتفقنا هو لازم نقول له ايه انتجر عشان يتعامل معاها على شكل ايه، انتجر مش على شكل كلمة اللي هي رسمة العدد خمسة ستة انبوت كذا في. ليه بنحط الاقواس؟ عشان يضربوا في خمسة، في كام دولار مثلا؟ في 25 دولار. ممكن نغير احنا حسب كل ايه مكان واستخداماته، ونشيل ايه ونشيل بقية الكلام ده. يبقى خد مننا عدد ده، ونسأل هل العدد ده اكبر من واحد؟ اه، لو اكبر من واحد ينفذ الايه، ونقول له بيكوز. هو طبعا هنا كاتب رسالة تانية هنا في الاول اللي بيقول له first bag is free، نكتبها له برضو احنا كمان لو عاوزين. print مش دي، دي first bag، first bag is free. تعالوا نشغل. how many bags؟ انا مثلا عندي 3 شنط، انا اسف مش هنا، 3 شنط، 3. بيقول لي first bag is free please pay 50 جنيه. ليه؟ لان 3 ناقص 1 ب2، 2 في 25 ب50 جنيه. يبقى طلب منك ايه الحسبة دي. يبقى استخدمنا مفهوم الفاريبل، ادي فاريبل، واستخدمنا مفهوم ان احنا نحوله الى انتجر بالجملة دي عشان البايثون بيتعامل على ان سترينج. واتفقنا موضوع الانبوت اهو، استخدمنا انبوت ان احنا ندخل ده ياخده من الشاشة ويوديه في الذاكرة في الميموري في المكان، ويسمي المكان اسمه ان باك. ليه بيسميه ان باك؟ عشان بعدين بعد شويه شوفوا انا احتجت الكلمه دي، فانا ما اعرفش هو دخل كام، ما اعرفش هو دخل 30 ولا 5 ولا 10 ولا 8، ما اعرفش. فلازم ان استخدم اللي في الذاكره، لان حسب استخدام اليوزر هيطلع الناتج بتاعه. بدليل اهو بعد شويه هقول له 4 باكس هيقول لي حاجه تانية. ماشي، هيقول لي ايه حاجه تانية. انا نزلت سطر تحت عشان يبقى الكلام ايه، كلام واضح. 4 باكس اهو كلام واضح، عملت سلاش ان دي بتخليه ينزل ايه، ينزل لتحت. طيب احنا عملنا الاف واستخدمنا الاف، واتفقنا ان الاف هنا لازم تبقى عشان تقول له ان الخطوات دي تابعه لو الاف صح، لازم تبقى لجوه. عارف لو عملت كده مش هيفهم ان دي بس لو الاف صح، دي بس لو الايه، لو الاف صح. بدليل اهو حطيناها 1 اهو، معنى ان هو كتب بي دي ان هو حسب وضرب ناقص 1 ناقص 0، مع اننا 1 المفروض ما يكلم ما يكتبيش اصلا الكلمه دي، لازم ايه، لازم ادخلها له جوه عشان يفهم ان تبع ايه، تبع الجمله الاصليه. ده بالنسبة لإف. طيب هو بيقول لي بقى في إلس، بيقول لي لو صح اعمل كذا، لو غلط اعمل كذا. when a condition is true and doing some else to happen،
ان فولس. يبقى في عندنا حالتين، الحاله اللي احنا الطريقه اللي احنا بنعالج فيها، بنعالج لو الشرط صح خلاص، لو الشرط غلط مش هيعمل حاجه. طب لو احنا عندنا اتجاهين فعلا، لو الجو يلبس ايه في الجو الايه، لو درجه الحراره اكبر من 70، طبعا هم عندهم فهرنهايت ما يلبسوش مش 70 سلسيوس، لا 70 دي سلسيوس اللي هو الدرجات المئويه، اما فهرنهايت عندهم مختلفه شويه. بيقول لي اهو الانبوت كام، درجه الحراره كام كذا، حط درجه الحراره وايه وبيساله، بيقول له لا خلاص اللي هي اكتر من 70 البس شورت، البس ايه شورت، لكن لو اكتر البس ايه بنطلون ايه طويل. تمام. طيب تعالوا ايه، لكن في جمله بعدها شوفوا البلانت دي كتبها امتى، لم لان هي في جميع الاحوال هيكتب when you going outside، وانت خارج بره، كلمه وانت خارج بره دي هيكتبها في الحالتين، سواء هيقول له الدنيا حر او الدنيا مش حر. تعالوا نجربها، تعالوا نجربها اهو، هنقول له التمبريتشر اهو بتساوي انتجر، على طول ناخدها بقى من بره انبوت بتاع الانبوت اللي بتقول له تمبريتشر قد ايه النهارده، تمبريتشر كام النهارده. طبعا احنا ممكن نكتب له رساله ملخصه، وممكن نكتب له رساله ايه تفصيليه اهو. بس لازم عشان ينزل سطر مثلا مره اهو، هياخد التمبريتشر، هنقول له اف التمبريتشر. خلينا بقى نتكلم بايه بصيغه ايه درجه الحراره، اكبر من 30 مثلا، اكبر من 30 يعمل ايه برنت، احنا مش هنقول له بقى شورت، هنقول له حاجه تانية، هنقول له وير تي شيرت. تعالوا نجرب كده بالعربي، هي مش كل مواقع بتقبل تكتب عربي، البس قميص مثلا خفيف مثلا، أربعين يعني. طبعا شايفين انتوا الكتابة مش حلوة، يعني كتابة مش متوافقة قوي مع العربي، خلاص نكتب له بقى انجليزي زي ما هو كاتب هنا وير تي شيرت، ده لو هي اكبر ايه من 40. إلس اسف، إلس بقى هنكتبها هنا اهو، إلس ايه بقى برنت، إلس يعني ايه يعني مش اكبر من 30، اقل من 30، يبقى الدنيا ساقعه، هنقول وير لونج نيك مثلا، نيك لونج ايه شيرت، البس قميص ايه قميص طويل. وبعدين بعدها نقول له برنت زي ما هو قال لنا كده بالظبط، برنت الايه الكلمه العامه اللي هيطبعها في الحالتين when you go outside، لو انت خارج بره البيت، وانت خارج بره ايه البيت اهو كده، درجة الحرارة 20 اهو، قال لي ايه وير لونج تيشيرت وين يو جو اوتسايد، وين يو جو ايه اوتسايد. ده بالنسبة لايه المثال اللي هو كان بيجربه من شوية. الكومباريزون اللي احنا كتبناه ده
استخدمنا فيه كلمة ايه؟ اكبر من واصغر من. لا ده فيه بقى يساوي، يعني لو درجة الحرارة بتساوي كذا، مش او لو الخصم بيساوي كذا، او لو المرتب بيساوي كذا، دول كلهم اسمهم comparison operator. يعني ايه operator؟ يعني معامل حسابي او معامل عملية، عملية منطقية طبعا مش حسابية اهو. وده معناها is not، وده يعني ده لو عاوزين نقول ان الطرف اليمين بيساوي الطرف، مش بنسأل هل الطرف اليمين يساوي الطرف الشمال، وده بنسأل لو الطرف اليمين والشمال غير متساويين، وده بنسأل لو الطرف الشمال اكبر من الطرف اليمين، وهنا اصغر من الطرف اليمين، وهنا اكبر من او يساوي، وهنا اصغر من او ايه او يساوي. طبعا شارح لنا ايه الكلام ده، احنا فاهمين يعني ايه اكبر من أصغر، مش محتاجين. يقولي خلي بالك في لبس ما بين العلامة دي والعلامة دي، لو سبت العلامة دي جوه الشرط هتعمل مفعول الاساينمنت، هيحط القيمة اللي على اليمين في الفاريبل اللي على الشمال، اما لو استخدمت ده هيقارن ما بين اللي على اليمين وايه على الشمال. Two rules come in handy when using comparison operator. خلي بالك وانت بتستخدم الكومباريزون operator. اول حاجة ان اكسبريشن كونتينز مور ذان وان كومباريزون اوبريتور، لو فيها اكتر من عمليه، ذا اوبريتورز ار ايفالويتد فروم رايت ليفت تو رايت، هيشتغلوا من الشمال للايه لليمين. تاني قاعده ان ان الكومباريزون ار ايفالويتد افتر اني ارثماتيك اوبريتور ان اكسبريشن. فور اكزامبل ان احنا مثلا 3 زائد 6 اقل من 16 على 2، يبقى هيعمل ايه؟ هيبقى هيحسب الاول الحسبة، وبعدين قصدي الكومباريزون، وبعدين يقوم بعملية الايه؟ بعملية الحساب. يبقى الكومباريزون ار ايفالويتد افتر اني ارثماتيك، انا اسف، بعد الارثماتيك، يعني هيحسب ده اليمين وهيحسب الشمال، وبعدين يسأل السؤال ده او يعمل الكومباريزون اللي هو اصغر من او يساوي. يبقى اول حاجة ان شغالين من الشمال لليمين، وطبعا ده ضمنيا الجدول بتاع الاولويات اللي اتفقنا عليه، ان هو الضرب والاسم الاول، ثم الجمع والطرح، وقبل دول واكبر من دول اقوى منهم العمليه الاقسام الايه الاقواس. هنا مديني القاعده الثانيه ان هو بيقول لك من الشمال لليمين، وخلي بالك ان احنا واحنا لو في كومباريزون يبقى الاول هيحسب الاثيماتيك وبعدين نعمل الايه الكومبارسون. If else statement can also contain logic operator، احنا عندنا logical operator and و or و not. and يعني اللي على اليمين والشمال لازم يحصلوا في وقت واحد، و or معناها اليمين والشمال or لازم واحد فيهم بس اللي يحصل اليمين او الشمال، و not معناها ان اللي بعد not لو حصل النقطة دي تنفي تطلع الايه النفي. يعني مثلا تقول له، لو انت عاوز تقول له if not ايهاب come او if not محمود come، ده معناها ان لو محمود جه النقطة دي هتخليها صفر، يعني هتخلي الاجابة فولس، وهتخلي الاف مش متحقق. تاني if not مثلا if not weather بيساوي مثلا 50 درجة مئوية، يعني لو بقت 50 اف دي هتبقى فولس لان فيها نوت، لو ما بقتش 50 اف هتبقى ترو لان فيها ايه فيها نوت. بايثون ايفالويت لوجيكال اكسبريشن على شكل ترو ايه وفولس، سو ذا يو كان بيزز اوف كنترول ستراكشر اف يو يوز اف ستيتمنت. So they can be the basis، هي اساس الايه استخدام if statement اللي هي ايه true او false اللي احنا استخدمناها من شوية. When a program collect a string input such a user name، لو على شكل نستخدم على شكل اسم مثلا، it can be used an expression that become part of control control structure، ممكن يبقى جزء من control او جزء من condition.
For example, a program might ask user if they can know how to swim in order to enroll them in a participant class. بيسألوا هل أنت تعرف تعوم عشان إيه يدخلوا على طول في الكلاس بتاع السباحة. ده بيقول لك يعني ممكن جوه السترينج يبقى فيه اف وجوه الاف يبقى فيه ايه يبقى فيه سترينج. سترينج ان بايثون ار كيس سنسيتيف. يعني ايه كيس سنسيتيف؟ يعني الكلمه يس بالكابيتال غير يس بالايه بالسمول, او غير يس اللي هو كلها كابيتال. كل ده سترينج مختلف عن ده مختلف عن ده, مش دول ثلاثه حاجه واحده في البايثون. To avoid problem with case, you can use upper or lower method to convert a string into a non-case. افرض انت عاوز تحول الكابيتال ده لسمول, هتفتح قوس وتقول له lower, افتح قوس وحط هنا ايه السترينج اللي انت عاوز تعمل له اللي انت عاوز تعمل له lower case. طيب زي ما خدنا في F, في حاجة اسمها repetition control statement. Repetition control statement, ودي هنخليها المرة اللي جايه.